نتكلم في الموضوع التاني، منتخبنا الوطني، منتخب مصر الحقيقة بيعاني بعد التعادل مع الجابون وإقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وكل العاملين في الجهاز الفني. خلاص انتهى هذا الموضوع بشكل أو بآخر، وزي بقى ما حضراتكم عارفين ده بيغلس على ده شوية وده بيغلس على ده شوية. اتحاد كرة القدم قال له الكابتن حسام انت سافرت من غير إذننا وطلعت في إعلان من غير إذننا، فهنخصم منك قد كده. كل ده ليه؟ علشان الكابتن حسام قال أنا محتاجش أو عايز الشرط الجزائي بتاعي وما قدمش الاستقالة بتاعته. فحضراتكم عارفين بقى القصة اللي هنمشي فيها، ان ده طيب انت عليك غرامات كذا عشان عملت كذا، وهنا عليك غرامات كذا عشان عملت كذا، وهنبتدي نمشي في الموضوع ده بالنسبة للجهاز السابق. طيب ايه اللي بيحصل في الجهاز القادم؟ الحقيقة كل شوية بنسمع تغيرات، كل شوية بنسمع كلام، ولكن امبارح سمعنا مثلا، من امبارح لغاية النهاردة بنسمع عن ان الكابتن فنجادة اللي هيبقى المدير الفني للمنتخب الوطني، وكابتن ضياء السيد هيكون معاه مدرب عام، وهيكون معاك كابتن محمد شوقي مدرب مساعد، والكابتن عصام الحضري في حراسة كمدرب حراس المرمى. من امبارح للنهاردة سمعنا أخبار أخرى، سمعنا أن من الممكن جدا أن يتم أو بيتم التفاوض بالفعل مع بعض المديرين الفنيين الأجانب بعيدا عن هذه الأسماء. طيب كان هناك قرار اتخذ قبل كده بعدم وجود المدربين الأجانب، طب إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية؟ الدنيا هتمشي إزاي؟ هل هتمشي في اتجاه المدرب الأجنبي ولا هتمشي في اتجاه المدير الفني المصري؟ طيب المدير الفني المصري هل هتجيب الكابتن إيهاب اللي مصمم على طاقم العمل اللي بيشتغل معاه وما بيغيروش خالص، ولا هتجيب الكابتن حسام حسن اللي عنده مشاكل، أو هناك ما يقال إن عنده مشاكل، لكن لما يبقى مصر يبقى أكيد الناس كلها هتفكر في مصلحة مصر. فلو كان الكابتن حسام من وجهة نظر اللي شغالين أو الاتحاد كرة القدم هو الأفضل، هيجيبه كابتن حسام حسن. فكلام كتير جدا، ومن الواضح أن حتى هذه اللحظة لم يتخذ أي قرار في هذا الموضوع. موضوع شائك وموضوع كبير، وعندك مباراة خلاص كمان أقل من شهر. زي ما قلت لحضراتكم المباريات بتتلعب في هتتلعب يوم 9 ويوم 12 على ما أتذكر يعني. هقول لحضراتكم دلوقتي المباريات هتتلعب يوم كام، مباريات منتخبنا الوطني هتتلعب يوم كام أهو. منتخب الوطني يواجه ليبيا يوم 9 و12 اكتوبر المقبل، وبالتالي انت عندك تقريبا شهر لغايه المباراه القادمه. هتعمل ايه؟ وبالمناسبه ليبيا المجموعه بتاعتنا احنا والجابون وليبيا وانجولا، مظبوط؟ طيب دلوقتي حالا بتقام مباراه ليبيا، او يعني بقى لها 55 دقيقه شغاله، ليبيا متقدمه على انجولا في انجولا 1-0. وكسبت المباراة الأولى الجابون في الجابون، أنا آسف، الجابون في ليبيا 2-1، وبالتالي لو ليبيا كسبت هتبقى هتتصدر المجموعة بستة نقاط. فمباراتين اللي جايين مباراتين الصعود، حضرتك هتلعب ليبيا هنا وبعدين هتروح تلعبهم هناك. فهم المباراتين القادمتين هم مباريات الصعود. لو حتى ليبيا تعادل مع انجولا هتبقى نفس الموضوع، يبقى انجولا والجابون بره الموضوع، وانت بتلعب ليبيا هي دي المفتاح هذه المجموعه. خلاص بانت، انا قلت لحضراتكم ان المباراه السابقه الجابون لو كنت كسبت كنت هتريح نفسك تماما من حاجات كتيره جدا، كان هيبقى عندك اريحيه في مباراتي ليبيا القادمتين. ولكن يعني المباراه القادمه انت عندك هتلعب ليبيا، وماتش ليبيا في ليبيا صعب مش سهل. بالمناسبة الماتش في ليبيا مش في تونس ولا في الجزائر ولا في موريتانيا زي ما كانت ليبيا بتلعب بعض مبارياتها في هذه الأماكن أو في هذه البلاد، لا، المباريات كلها هتتلعب في ليبيا. ولو تفتكروا تصفيات كأس العالم في 2006 كانت ليبيا برضو، كانت ليبيا وخرجنا بسبب ليبيا، متغلبنا هناك. فالحقيقة برضو يجب أن يكون هناك قرار، الله يكون في عون الاتحاد المصري. أنا من هنا ما بلومش الاتحاد المصري على الاختيار إمتى وإزاي، لأنه يجب أن يكون هناك اختيار سريع واختيار لمدير فني اسم كبير. لو حضرتك هتجيب من بره مصر لازم اسم كبير يليق، لأن منتخب مصر منتخب كبير يستحق مدير فني كبير.
لو هتجيب بمصر خد قرارك، كابتن ايهاب جلال ولا كابتن حسام حسن هم اللي في الصوره، هو كابتن جلال كابتن ايهاب جلال والكابتن حسام حسن هم الاثنين بس اللي في الصوره. فالمرحله اللي احنا فيها دي لا تحتمل التاخير.